شهرنا رمضان، يا شهرنا رمضان، يا بهجة الأزمان، يا بهجة الأزمان، فرحتنا أسعدتنا، فرحتنا أسعدتنا، شرفتنا رمضان، آنستنا رمضان، ففيك النور لاح وزين البلدان، ففيك النور لاح وزين البلدان. الحمد لله الذي تنزه عن التشبيه والمثيل والنظير، فسبحانه من عزيز لا مكان يحده ولا عقل يدركه ولا وهم يصوره، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد نقل الإمام أبو القاسم عبد الكريم القشيري في رسالته، والإمام السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه في كتابه البرهان المؤيد، عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا. اعلم أخي المسلم أن طلب علم الدين فرض عين، بحيث لا يجوز لكل مكلف جهله، وإن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد، صانوا بها عقائدهم عن البدع، واعتقدوا ما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل، وعرفوا ما هو حق الله عليهم. ولأهمية هذا البحث اشتغلوا بتأليف الرسائل العلمية في توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، لأن من وقع في التشبيه والتجسيم يكون خارجا من دين الإسلام. قال الإمام أبو القاسم القشيري: فيجب على المكلف أن يحصل من العلوم ما يصحح به عقد توحيده، لكي لا يستهويه الشيطان بوساوسه، ثم يحصل من علوم الشرع ما يؤدي به فرضه، ليكون بناء أمره على أساس محكم. فعليك أخي المسلم بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن، وسلم نفسك من الرياء في العمل، فاحضر مجالس العلم قبل الاشتغال بالذكر اللساني وتلاوة القرآن. سئل بعض العارفين عن الخالق فقال للسائل: إن سألت عن ذاته فليس كمثله شيء، وإن سألت عن صفاته فهو أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإن سألت عن اسمه فهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وإن سألت عن فعله فكل يوم هو في شأن. فذات الله أي حقيقة الله لا يشبه الأجسام ولا سائر المخلوقات، وصفات الله ليست كصفات المخلوقين، فهو يسمع بلا أذن، ويبصر بدون حدقة، ويتكلم بدون لسان وشفتين، وهو حي بدون لحم وروح. وأسماء الله تعالى كلها تدل على الكمال. لذلك أفتى شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري رحمه الله أنه لا يجوز ذكر الله بآه،
لأن آه للشكاية والتوجع. ولا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نطلق عليه العقل المدبر، ولا الريشة المبدعة، ولا مهندس الكون الأعظم، ولا مثيلاتها مما هو من معاني المخلوقين. والله فعال لما يريد، فقوله كل يوم هو في شأن معناه يرفع قوما ويضع آخرين، ويغني قوما ويفقر آخرين، ويعافي قوما ويبتلي آخرين، ويحيي قوما ويميت آخرين، وهكذا. وليس معناه أن الله يتطور ويتبدل من حال إلى حال. والإنسان الموحد هو الذي ألزم قلبه وجوارحه موافقة مقتضى القرآن والسنة النبوية المطهرة من غير اعتراض ولا جحود، ولا يشبه الخالق بالمخلوقين. وفي هذا يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطل، وإن اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. وقد قال الإمام عبد القاهر أبو إسحاق البغدادي الإسفرايني: المشبهة مجسمة والمجسمة كفار، ذكرهم في كتابه أصول الدين. لذلك لا يجوز حمل الآيات المتشابهات على ما يقتضي إثبات الجلوس والحدقة والأذن واليدين الجارحتين والانتقال من مكان إلى آخر في حق الله تعالى، لأن هذه من صفات المخلوقات. وأشنع الكفر التعطيل، وهو نفي وجود الله تعالى، وهو كفر الشيوعية الملاحدة. وأما من فكر بعقله في نفسه وقال: أنا لم أكن موجودا ثم وجدت، إذن أنا لابد لي من موجد وهو الله الذي ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء، ويستحيل أن يكون مشابها لشيء من المخلوقات، فهذا هو المسلم الموحد. فاحذر أخي المسلم من الذين يتصدرون للتعليم وجذب القاصدين قبل تحصيل القدر الضروري من علم الدين لعدم أهليتهم لما دخلوا فيه، وحذر منهم وحذر منهم، فإنك مطالب بالحرص على الشريعة وصونها عن التحريف والتبديل ولو بالتحذير منهم، واصرف الغالي والنفيس في سبيل تلقي العلوم والمعارف من العلماء العاملين الذين يغارون للدين ويشفقون على المريدين فيعلمونهم معرفة الله رب العالمين. واعلم أن العالم العابد أشد على الشيطان من الجاهل المتنسك، فالأول يصرف عن نفسه وساوس الشيطان امتثالا لأمر الرحمن، والثاني يكثر من الأعمال مع الجهل والغرق في الأوحال ويعتقد في نفسه أنه من أهل الكمال. وهمة العلماء العاملين في التلقي والتعليم والوعظ والإرشاد لا تصرفهم عن مزاولة المهن أو الصناعة أو التجارة للكسب الحلال ولأداء النفقة الواجبة عليهم، وهم بهذا الشرف الرفيع الذي هو طلب العلم وتعليمه الناس لا يصيرون متعلقي القلب بما في أيدي الناس، ولا يتكبرون من دونهم من العلم، بل زادهم العلم شرفا والعمل به زينة بالتواضع. روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلف البعير وينظف البيت ويخصف النعل ويرقع الثوب ويحلب الشاة ويأكل مع الخادم ويطحن معه إذا تعب، وكان لا يمنعه الحياء
أن يحمل بضاعته من السوق إلى أهله، وكان يصافح الغني والفقير ويسلم مبتديا ولا يحتقر ما دعي إليه ولو إلى حشف التمر، وكان هين المؤنة لين الخلق كريم الطبيعة جميل المعاشرة طلق الوجه بساما متواضعا من غير مذلة جوادا من غير سرف رقيق القلب رحيما بكل مسلم لم يتجشأ قط من شبع ولم يمد يده إلى طمع. أخي المسلم، إن الإيمان بالله ورسوله هو أفضل الأعمال عند الله تعالى، وأن توحيد الله يكون بتنزيهه عن مشابهة المخلوقات. وتذكر دائما قول الله تعالى: ولم يكن لهم كفوا أحد، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة التي لا عقيدة حقة سواها، وإياك والانحراف في مزالق الضلال والكفر. اللهم انفعنا ببركة أنبيائك وأوليائك وأحبابك، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وارزقنا الهمة لحضور مجالس علم الدين عند أهل العلم والمعرفة، وهذب نفوسنا وغير الحال إلى الأحسن بهمة العلماء العاملين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.